بسم الله الرحمن الرحيم. بنتقدم بجزيل الشكر للقائمين على العمل الطبي الرائع جامعة الملك عبد العزيز، واللي طبعا هذا المشروع يعني إن شاء الله فيه الخير لأبناء البلد كلها، وإن شاء الله يعني إنه استفادوا الأطباء منه، وإنه يتم تعميم هذه الخبرة على جميع أنحاء المملكة بإذن رب العالمين. وشكرا جزيلا.